السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان كي دايرين؟ بخير هانيين. بوقع ليا أنا كنت كنصور الفيديو، كنت جاي كما تشوفوا دابا أنا في الدار، كنت جاي من الخدمة، خرجت من الخدمة وجاي كنصور الفيديو، وجوج مرات كيتقطع كيحبس. علاش؟ تيقول لك البورطابل عندك راه عامر، راه تخو شارجي، خصك تخوي داكشي اللي فيه، فيديوهات اللي فيه، تصاور داكشي كامل. تقريبا كملت الفيديو، أنا مقدرش نسلم عليكم، مقدرش ما يمكنش حتى دير الفيديو، تحط الفيديو في اخر المطاف، اخر الفيديو ما تسلمش على الناس اللي كيشوفوا الفيديو، على الاقل بالسلامه وشكرا لكم وداك الشيء. كما العاده كما عرفني يعني يتمشي لا من الاخلاق ديالي ولا من الادب، يعني نساري الفيديو وما نقول حتى كلمه ونمشي. هو هذا الاخوان الفيديو هضرت فيه على المغرب، هضرت عليه على دوك التجار اللي كيتاجروا القضيه الفلسطينيه، على المرتزقه اللي ما كيقلبوا هما، ما كيتهمهم لا فلسطين ولا حتى حاجه، كيتهموا مع فلوس العاقه كما كنقولوا حنا المغاربه. هو هذا الفيديو، حاولوا انكم تكملوا الفيديو، تهلاو في راسكم. شكرا لكم، شكرا للدعم ديالكم، ومرحبا والف مرحبا بالاخوان الجدد اللي تسجلوا في القناه ديالي. تهلاو في راسكم معاهم. السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ بخير هانيين، نتمنى تكونوا بخير ولا خير. شو مع الزربه اللي جا، كنتمنى انكم تكونوا بخير ولا خير وصحه جيده. اليوم عندنا الجو شويه سخن، فيديو جاي ان شاء الله، فيديو جديد ان شاء الله. قبل سمحوا لي الاخوان، غادي نفتح واحد القوس ونولي نسدو، باغي نهضر في هذا الموضوع. واحد كاين واحد الخمسه ولا سته ولا ما عرف شحال هما كيدخلوا فيما كندير شي فيديو، اول حاجه كيديروا كيدخلوا كيديروا السينيال ويخرجوا. شوفوا هذاك شنو كيعني داك الشيء؟ الحسد، الغيره، وشنو هي الكلمه الاخرى؟ هذا الشيء، الشر، الحسد والغيره، هذو ثلاثه الحوايج كتمتازوا بها. انتم هذوك اللي كتدخلوا كديروا السينيال وتخرجوا، عا كتدخلوا ديك جوج ثواني ثلاثه كديروا السينيال وتخرجوا، انتم هادشي اللي فيكم، الحسد، الغيره والشر. وغاد نتحاسبوا عليها ان شاء الله قدام الله. باغي زعما طيحوا لي القناه ديالي، وانتم ولا طيحوا القناه، الله سبحانه وتعالى هو اللي يطلعني ولا يهزني كما قلت واحد النهار. انا صافي سديت القوس، نسد عليكم، وهذا اخر مره نهضر عليكم. صافي هاد الهضره كنت باغي نقولها اخر مره نهضر عليكم، هذو اللي كديروا السينيال وتخرجوا. المهم الاخوان، غادي نقلب ونكمل الفيديو ديالنا. اليوم الاخوان، المهم ندوز للجروب الاخر، هذوك ديال اصحاب الحال. اصحاب الحال قال لك اللي ذاك النهار دايرين فيديوهات خارجين وكيسبوا في المغرب وفي المغاربه وفي المؤسسات المغربيه. علاش؟ حيت جا سيدي الرئيس البرلمان الاسرائيلي قام زياره للمغرب. كما كتعرفوا الاخوان، السيمانه اللي فات جا رئيس البرلمان قام زيارة تيقول لك هما وكيدافعوا على فلسطين، القضية الفلسطينية، وكيدافعوا على السودان ولا مدغشقر ولا جزر القمر ولا كندا ولا الجابور، كيدافعوا. انتوما سيروا سيروا بلاتي، دابا بغينا نعرف واحد القضية من اللي انتوما كاع. المهم انتوما منافقون، هادي أول حاجة، أول سيمة كتمتازوا بها انتوما بالنفاق، حيت كنتو فعلا كدافعوا على فلسطين وباغيين فلسطين تشد الاستقلال ديالها. سيروا خويا دافعوا عليها، سيروا سيروا ياك عندكم باسبور بريطاني وسيروا خويا لفلسطين ودافعوا عليها. مالكم علاش ما مشيتوش نهار اللي كانت عباد الله كتقاتل في القدس، كيتقاتلوا من اليهود كانوا باغيين يدخلوا الحرم الاقصى، فين كنتو نتوما؟ سيروا خويا، ياك كتامنوا بالدفاع على القدس ولا القضيه الفلسطينيه من الاحتلال الصهيوني، سيروا خويا، سيروا فلسطين ودافعوا عليها. اش كديروا نتوما؟ نتوما منافقين جالسين في بريطانيا تما مفطحين، والهضره نتوما مرتزقه، نتوما الهم ديالكم اللي كتقلبوا عليه هو الفلوس ولا غير، ما كتهمكم لا فلسطين ولا السودان ولا هم يحزنون. اللي كيهمكم انتما هما الفلوس، انتما كتقلبوا فيما كانت الفلوس كتبعوها. وما باغيش ندخل الموضوع ونتوسع فيه، حيت ديما يتقال بزاف اشباكم، انا عارف بزاف. ومهم غادي ندير بوان فينال، ما باغيش نهضر بزاف، ما باغيش ندخل بزاف. انتما مرتزقه، انتما كتقلبوا على الفلوس، انتما خويا اش بانكم واش انتوما دابا؟ المهم ديال انتوما دابا المشكل ديالكم ماشي مع اسرائيل ولا مع فلسطين ولا مع، انتوما المشكل ديالكم هو المغرب. صافي هذا هو المشكل ديالكم، انتوما راه قلتوها بعد، اول حاجه قلتوها، قلتوا انكم ما عندكمش مشكل مع اسرائيل، وسجلوكم ودزتو فيديوهات ودزتو قنوات تلفزيونيه اخباريه، والعالم كاع ساقكم خبار. المشكل ديالكم مع المغرب. المهم هاد الجانب، هاد الاخرين تاني، هاد اللي كيفرعنا راسنا بفلسطين وبقضيه فلسطينيه وتحرير فلسطين، وعلى الهضره الشفوي
في الواقع ما كاين حتى حاجه، في الواقع كاين تفاوض وكاين لقاءات مع اسرائيليين وكاين كل شيء، هادشي اللي كاين وداكشي قدام الناس قدام عباد الله وسائل الاعلام. فرح الله عباد الله راسهم، فلسطين قضيه فلسطينيه والصهاينه، تو المشكل ديالكم هو المغرب، ما عندكمش شي مشكل، تو ما عندكمش مشكل مع اسرائيل. تقتل الفلسطينيين ولا تحتل فلسطين وتحتل الضفه الغربيه ولا غزه، مسوقنش ما كيهمكمش هذاك هذاك الموضوع، في الواقع ما كيهمكمش، في العمق ما كيهمكمش هذاك الموضوع، مشكلكم هو المغرب اللي فارقكم، هذا هو المشكل ديالكم. شفتوا رئيس البرلمان ديال اسرائيل جا للمغرب، عرفتوا بلي راه اسرائيل باغي تبني جوزينات ديال السلاح، هذا هو اللي هز صافي وضربتكم من الله، صابيتو كتقفزوا على بحالكم. ورجع لصحاب الحال، صحاب الحال اللي في بريطانيا اللي خرجوا، اللي المهم هذوك اللي كيتاجروا في كل شيء، كيتاجروا في الدين، كيتاجروا في القضيه الفلسطينيه، وكيتاجروا في اي حاجه في حقوق الانسان. ملي انت دابا خويا، ملي انت جالس دابا في بريطانيا كما راه كتبتها في الشورت ديال انت جالس في بريطانيا، شنو هي بريطانيا اول حاجه دابا باش تفهموا هذه القضيه هذه، شنو هي بريطانيا؟ شكون اللي نشأ اسرائيل كدوله في الاراضي الفلسطينيه؟ شكون اللي دارها اسرائيل كدوله؟ شكون اللي نشأها؟ ياك اوروبيين نشأتها فواحد بلفور غران بريطانيا. اسمحوا لي الاخوان، كنت بديت كان تقطع لي الفيديو، كنت كنسجل صور الفيديو وحبس لي البورتابل، حبس ما عرفتش كيفاش انقطع التصوير. هو كما باش نكمل الفكره ديالي الاخوان، هذوك الناس هذوك اللي كيدعيوا هذوك اللي تيقول كيدافعوا على فلسطين وكيدافعوا على القضيه الفلسطينيه، وهما ما كيدافعوا على فلسطين ولا هم يحزنون، هما فقط كما قلت كيدافعوا على الفلوس صافي، هما الهم ديالهم هما الفلوس، يعني مرتزقة كيتاجروا بالقضية الفلسطينية. زيد انت كيتاجروا بالقضية الفلسطينية حيت كانوا فعلا كيدافعوا على فلسطين، وراه خرجوا تما في الانجليز وداروا فيديوهات ويهضروا على الانجليز اللي هي فواحد بلفور هي اللي نشأت اسرائيل كدولة في الأراضي الفلسطينية. هذا هو الواقع التاريخي اللي كنا كنعرفوه، حتى هما كيعرفوه، غزة كيعرفوه، الإسرائيليين كيعرفوه، الفلسطينيين كيعرفوه، العالم كله كيعرفوه، هذه هي الحقائق التاريخية. ولكن هما ما يقدروش، علاش؟ حيت هما عجبهم حياتهم تما في الإنجليز، مفتحين تما في الإنجليز، عاطيهم الإنجليز أنهم الأبواق أنهم باش يهضروا، ما كيهضر معاهم حتى واحد، كيهضروا هما كيمشيو على سيادهم، صافي كيمشيو هما على المغرب، اللي ضربهم ضربهم على المغرب. والمغرب اخويا شنو نقول لك، يدير علاقات مع اسرائيل ومع العالم كله، وانت خبط راسك مع الحيط، فهمتي انت؟ وسير انتحر وشوف اش دير راسك. وجو دابا هادو مالهم، يلا زيد وزيد دابا نبداو نهضروا نبداو نناقشوا. ايا واش مع راسك فر ور وسط الرون بوان، هما هاد خدام كيتناقشوا صافي زيد، والله يعاونك. هادشي كيوقع، اخطاء كتوقع، بنادم تيكون سوك مره كيرتكب اخطاء. سمحوا لي الاخوان، راه ما يمكنش حتى وسط الرومبوا خدام تغوت ياه، وعباد الله دابا كتسنى خرج اسيدي خرج من الرومبوا، وديك الساعه تقاتل حتى وياه. هو هذا الاخوان ديالي، هذا هو الفكره ديالي، هاد الناس هذا هو الرساله ديالي لهاد الناس المرتزقه المتاجرين بالدين، المتاجرين في القضيه الفلسطينيه، في معاناه الشعب الفلسطيني. يمشيو قال لك المغرب كيسبوا اسيادهم، تيشتموا اسيادهم. اللي هو هذا الاخوان، كنتمنى الفكره توصلكم، واش توصلهم هما انا ما كيهمنيش واش توصلهم، انا المهم هذا دفاعا على بلدي وعلى الوحده الترابيه للمغرب. بلاتي باغي باش نكمل الفيديو.